أكد الدكتور خالد العوهلي رئيس جامعة الخليج العربية أن البدء في تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية سيكون مطلع العام 2017، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2019. جاء ذلك لدى زيارة سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين إلى مركز الأميرة الجوهرة للاطلاع على سير مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ثمرة من ثمار التعاون الوثيق بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى العربية السعودية، مدينة الملك عبدالله الطبية التي جاءت كهدية سعودية أعلن عنها المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، ليتفضل جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة بتخصيص أرض في موقع استراتيجي لبناء هذه المدينة التي ستكون جزءاً من منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين لخدمة الشعب البحريني والشعب الخليجي كافة. سيبدأ العمل بحول الله تعالى في الربع الأول من 2017، وسينتهي بحول الله تعالى في نهاية 2019. هذه لبنة من لبنات الاتحاد التي يأمل كل مواطن من مواطني مجلس التعاون أن يتحقق، وهذا الحلم هو في قلب وعقل قادة بلداننا ولله الحمد، والذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق آمال ورغبات الشعوب. من المرجح أن يتم تنفيذ هذا المشروع الطبي الضخم خلال العام 2017، ليتم الانتهاء منه حسب الخطة الموضوعة في العام 2019. التركيز بإذن الله حيكون على 4 تخصصات الرئيسية اللي هي الجراحة والولادة، النساء والولادة والأطفال والباطنة، لكن أيضا حيضاف عليها بإذن الله تعالى مراكز تميز، وهي مراكز بحثية متخصصة في الأمراض السائدة في مجتمع الخليج العربي مثل أمراض القلب، أمراض السرطان، وأمراض السمنة. فهذه إضافة كبيرة الحقيقة لاحتياجات المجتمعات الخليجية. وإضافتنا إحنا بالنسبة للخدمات الطبية أنه تركيز الجامعة وتأسيس الجامعة ينص على تبني التخصصات النادرة والفريدة لتكون نموذج للجامعات الخليجية، وبإذن الله تنتقل الخبرة هذه عن طريق طلابنا أو عن طريق أعضاء التدريس أو بطرق أخرى إلى الجامعات الوطنية بإذن الله تعالى. يذكر أن مركز الأميرة الجوهرة للدراسات الجينية التابع لجامعة الخليج العربي يستضيف حالياً مركزاً طبياً جامعياً يتبع مدينة الملك عبدالله الطبية إلى حين الانتهاء من المشروع. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.